صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من لي نبي يصلي عليه. عليه الصلاة والسلام. الحكاية اللي احنا فيها دي والدم والموضوع ده بقدر ما هو مربك بس ليه سوابق تاريخية. السوابق التاريخية دي لو احنا فهمناها ممكن نشوف لها حل، نشوف احنا ازاي ممكن نحل المعضلة ده. في حالتنا دهيت عندنا ناس ربنا أكرمنا بيها ان هم نجحوا ينتقلوا من منطق الدماء إلى منطق التعايش، طبعا بشروط الدولة وباحترامنا لقوانينها ودستورها والآخر. بس هي المشكلة انه كتير من الناس اللي بتستخدم الدم وبتستحله هي يعني عندها تركيبة، عندها نسق فكري، طريقة في التفكير، لابسين نظارة شايفين الدنيا كلها بالنظارة، لو لابس نظارة حمراء شايفين الدنيا كلها حمراء. احنا عايزين نخلع النظارة دي منهم، نحاول نتخاطب معاهم، نفهمهم اللي احنا فاهمينه، يمكن ربنا يكرمهم ويكرمنا ان احنا نوقف هذه الدماء. معي شخص انا اعتبره ربنا اتاه وانا لا اجامله، والله انا مش عايز منه حاجه، هو مش عايز مني حاجه، انما انا بعتبره من الناس اللي ربنا اتاهم الكثير من الحكمه، ربنا يبارك فيه ونستفيد من هذه الحكمه. دكتور ناجح ابراهيم، اهلا وسهلا استاذنا الكريم. لا العفو، الداعيه والمفكر الاسلامي. طيب انا بس هسال اول سؤال عشان حضرتك استوقفني كتاب لك من 10 سنين، الحاكميه رؤية شرحك، انك بتتكلم في ثلاث ارباع الزيطة اللي احنا فيها ده. نعم. طيب ما هو التوصيف الشرعي للي بيحصل ده؟ هو التوصيف الشرعي انا اراه صراعا على السلطة وليس صراعا على الدين. بس الدين حلو دي قوي. حضرتك مبدئيا الصراع على السلطة ما انت شايف وليس على الدين. بل برضو الصراع كان في من 52 ل 54 ايضا صراعا على السلطة وليس صراعا على الدين. يعني فيش كفر وإيمان؟ لا، فيش لا فسطات كفر ولا إيمان ولا فسطات شرك ولا مؤمنين ولا أي شيء. إنما هو صراع على السلطة. الدين ملقى في الشارع لا يعبأ به أحد ولا يهتم به أحد، واليتيم لا يجد من يرعاه، والمسكين لا يجد مرعاه، والمشلول لا يجد من يرعاه، والأموال مليارات أنفقت على الانتخابات الرئاسية البرلمانية لم ينل منها لا الدعوة شيء ولا التربية شيء ولا المريض شيء ولا التعليم شيء ولا يعني. ولو أنفقت الحركة الإسلامية عشر ما أنفقته في هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاعتصامات والمليونيات وغيرها وغيرها، عشر فقط على أن تبني مدارس بثمن رخيص، أو تعمل مستشفيات بثمن رخيص، أو ترعى الفقير واليتيم والمسكين والأرملة والمرأة المعيلة، كان الحكام نفسهم قبلوا رجل الحركة الإسلامية. ولكنها أعرضت عن ذلك كله ليحدث تضخم سرطاني ومرضي للذراع السياسية للحركة الإسلامية على حساب أهم ذراعين اللي هو الذراع الدعوي والتربوي. وإحنا هنا عايزين نسأل نفسنا سؤال، كلام مزيكا، سؤال مهم جدا. هل المشروع الإسلامي هو مشروع هداية أم مشروع سلطة؟ يعني السؤال ده الإجابة عليها تحدد كل مسيرتك. أنت مشروعك ده مشروع هداية ولا مشروع سلطة؟ الأصل في المشروع الإسلامي هو مشروع هداية، والسلطة فرع منه. إذا تنازع الأصل مع الفرع وكاد أن يدمر الأصل، لا قدمنا الأصل على الفرع. أقول لك أنا بقى، أقول لك أنا بس، أنا بدرس الحاجات دي بس بس بحطها في إطار التخطيط والاستراتيجية والكلام ده. يقول لك لازم تفرق ما بين الهدف والنتيجة. طبعا هدفك هو الهداية، لو النتيجة أدت لسلطة ده موضوع تاني، بس أنا مش هدفي السلطة. مش هدفي. أيوة، النتيجة إنه لما الناس تشوفني. أنا عامل فصل اسمه الفصل بين الغايات والوسائل. الله. والفصل ده مهم جدا، من أحسن الفصول اللي كتبتها في حياتي كلها. ان معظمنا يخلط بين الغايه والوسيله، يعني يعمل كل يعني مثلا تنظيمات اللي هي بتاعه الجهاد والقتل والما الى ذلك، كل عامله الجهاد للجهاد، يعني عامله الجهاد غايه، هو الجهاد ده وسيله. وسيله لاعزاز الدين والدفاع عن البلاد والاوطان المسلمين. إذا تحولت الى غايه انا بقتل اي حد وبدمر اي حد بدون هدف وبدون اي حاجه. مشكلة الالتباس بين الغايات والوسائل ده مشكلة في الحركة الإسلامية تحتاج إلى معالجة فكرية وواقعية وعملية. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.